انت يا مامي عيطت من الفرحة بسببي. اوقات كتير قوي. اول مره مشيتي، اول مره قلت يا مامي، اول مره دخلتي المدرسه، لما دخلتي الجامعه، مع كل سقفه بتتسقف لك انا بعيط. ايه يا مامي يا حبيبتي اللي انتي بتحسي اللي انا وجعتك فيها؟ لما عملتي عملية قلب وانتي صغيرة وجعتي قلبي عليكي. وانتي ضايقتي مني امتى؟ بتضايق منك لما بتعنيدي معايا، وانتي على طول بتعنيدي معايا يا سما. انا اسفه يا مامي. حبيبتي انتي يا مامي هتعملي ايه وانتي لما تصحي من النوم وانا مش موجوده في حياتك؟ لا اكيد ده هيبقى كابوس. لا ما ينفعش، ما ينفعش تبقي مش موجوده في حياتي. هكمل نوم واقول ده اكيد كابوس. عايزه تغيري فيها ايه يا مامي؟ عايزه اغير فيك عندك، عشان انتي بتعندي معايا كتير قوي قوي. الموقف اللي خفت عليه قوي، اخر موقف بتاع المتنمر، خفت ان انتي تواجهي الموضوع ده لوحدك. هو في موقف يا مامي اللي انت ما كنتش فاهميني فيه ولا ايه؟ اوقات كتير طبعا ما بفهمش تصرفاتك، بس بكتشف ساعتها ان انتي بتفكري يعني تخرجي من الحيز بتاعي. هو انا تعبت وانا صغيره ولا وانا كبيره؟ في الاول يعني مش تعبتيني، يعني في الاول مشينا سكه صعبه مع بعض، دلوقتي بقى بتتعبيني علشان مش عايزه تسمعي كلام، عايزه تعملي كل في دماغك. انا على فكره انا على طول بسمع كلام. ايوه، وحتى كمان في البيت وحتى بره البيت. ايوه اسمعي كلامي، بس ساعات بتبقي عايزه تنفذي اللي في دماغك. ولما باجي اقول لك لا، يعني بتاخديني على قد علي وتنفذي برضو. هو انت شايفيني ازاي وانا صغيره، وانت شايفيني ازاي وانا لما كبيره؟ انا كنت شايفاكي احلى بنت، بس لقيتك احلى مما كنت اتخيل.